على مدار ما يقرب من العام ونصف العام، بدأنا نحن اتحادات طلاب الجامعات المصرية الحكومية رحلتنا لمحاولة إنتاج قواعد وآليات تكفل للطالب جميع حقوقه وتحفظ له كافة حرياته وتصون للاتحادات الممثلة للطلاب حقها في حسن التمثيل. جاهدنا ولم ندخر جهدا أو وقتا على مدار 4 وزارات لا تعرف إلا أن تبدأ من الصفر، وانتهينا إلى وضع مقترح كامل يضمن حقوق الطلاب ويكفل حرياته ويخلق له حالة من العدالة والمساواة داخل المجتمع الجامعي والطلابي. قررنا الآتي: أولا، نطالب السيد رئيس الوزراء باجتماع عاجل وضرورة التدخل لحل الأزمة، بل نعلو بصوتنا إلى رئيس الجمهورية بضرورة التدخل العاجل لحماية الطلاب من تعنت أصحاب المصالح داخل المجلس الأعلى للجامعات وسياساتهم العقيمة في إدارة الجامعة، والتي دائما ما تؤدي إلى توتر الحال داخل الجامعة بين صفوف الطلاب وتؤدي إلى مزيد من العنف وانعدام استقرار الوطن. كما نطالبه بإشراك اللجنة الطلابية لتعديل اللائحة في أعمال لجنة تعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد فيما يختص بالشؤون الطلابية، تمهيدا لإدراج المقترح كباب مستقل في القانون المعدل. 2، دعوة كافة الاتحادات الطلابية بالجامعات والكليات والمعاهد المصرية لإعلان رفضهم لنصوص مفروضة عليهم تسلب حقوق الطلاب وصلاحيات من يمثلهم. 3، القيام باجتماعات موسعة وجلسات استماع لشرح المقترح المقدم من لجنة تعديل اللائحة المنبثقة عن اتحادات طلاب الجامعات لأكبر قدر ممكن من طلاب الأنشطة وطلاب الاتحادات والحركات الطلابية على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول لأكبر قدر ممكن من التوافق. 4، القيام بحملة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة لجموع الطلاب لتعريفهم بالمقترحين والفروق الشاسعة بينهم والصلاحيات الواجب توافرها لضمان قوة وشرعية الاتحادات الطلابية. زي ما وجهنا الدعوة للحكومة، وجهنا برضو نفس الدعوة للاتحادات على مستوى الجمهورية، اتحاد الطلاب الكليات والمعاهد والجامعات، ان هم يطلعوا اقرار برفض اللائحة الحالية، وان هم هيقعدوا يتناقشوا معنا في القانون الطلابي او المقترح بتاعنا عشان ندرجه كباب تامل في اللائحة في قانون تنظيم الجامعات المعدل. تاني حاجة، احنا هنقوم بحملة عشان نعرف الطلبة ايه الفرق بين ده وده، انت ازاي هنا تم سلبك صلاحياتك وازاي هنا احنا بنحاول نجيب لك تمثيل في المجالس التشريعية ومجالس الجامعية ككل، ازاي بنضمن لك حقك ان انت يكون ليك صوت في المدينة الجامعية، ازاي يكون ليك حق الرقابة على الرقابة الطبية اللي بتحصل في المستشفيات الطلابية اللي هي خدمتها أساسا يعني سيئة جدا. غير كده احنا ممكن نفكر في خطوة إضافية، زي مثلا احنا ممكن اتحاد عين شمس ممكن نفكر ان احنا نعمل استفتاء عام للطلبة على اللائحة في بداية العام الدراسي عشان يكون اقرار اللائحة اقرار شرعي من جميع الطلاب. في بعض القيود التي مرست علينا بالأمس، كان المفترض ان الاتحادات المؤتمر ده يتم اقامته في جامعة عين شمس في مقر الاتحاد، بس للاسف في حاجات زي اشارات وصلت من المجلس الاعلى للجامعات لكل الجامعات المصريه الحكوميه ان ما ينفعش يتم اجراء، دي معلومات وصلت لنا ان مش هينفع يتم اجراء اي مؤتمر صحفي يخص اللائحه الطلابيه او اعتراضاتنا عليها داخل الجامعات، فكان تخوفنا من ان ممكن يحصل اي حاجه تعيق سير المؤتمر الصحفي او تعيق تواجدنا اصلا في الجامعه، فقررنا بناء على ذلك ان احنا ننقل مقر المؤتمر الى المقر الحالي في مؤسسه حريه الفكر والتعبير. فلازم نلفت النظر ان في ممارسات بتحصل لمنع الطلاب من ان هم يوصلوا الراي والرؤيه بتاعتهم لكافه زمايلهم الطلاب، وده يعني من اكبر صور التعنت اللي ممكن تمارس علينا. ما اعتقدش ان في مرحله او ليفل اعلى من كده بعد